معنا اخونا الشاعر علي بن حمري. تفضل ابو فوز. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله، حياك الله، تفضل. كل عام وانتم طيبين. كيف حالك يا شيخ صالح؟ حياك الله، يا هلا والله ابو فوز. ربك طيب، شلونك؟ بخير وعافيه يا شيخ. انا ما عندي سؤال، ما يدري على العرب وعليهم نسمع اسئلتهم ونستفيد منها. انا عن نفسي ما عندي سؤال، والله ان نحبك في الله، والله يقبلك ان شاء الله، ونحب حكاك. وانا اقول في شيء في نفسي عندي يا شيخ، حاجتين، حاجه تذكير وحاجه طلب. في التذكير ذكر الرجاجيل في خواتهم، في رحومهم، في اخوانهم، وفي هالايام اللي نشهد الحوادث، اللي اخوه ما يسلم على اخوه، ولا اخوه ما يجي عند اخته. نعم. الاخت مثل الام، والاخو الكبير مثل الابو. ندري ما كلهم صالحين، لكن كلامك مقبول. والشيء الثاني، نبي نعزمك وتجينا في ديرتنا في محافظة، في راحة سنحان تابعة لمحافظة الحرجة، ونبي تم على الهواء، ندعيك دعوة. راحة سنحان انك تجينا ان شاء الله. ان شاء الله والله شرف لي ان ادخل بيتك وبيت كل اهلنا في المملكة العربية السعودية وفي غيرها. العرب انت مقبول وكلامك مقبول وحنا نحبك. بارك الله فيك. الله يغفر لي. الله بارك الله فيك. وترى اللي بتجيها الديره هذه انك ما قد جيتها، لذا ان شاء الله. ان شاء الله ابو فواز علينا كلنا. بارك الله فيك ابو فواز. اللهم تكلم الشاعر علي عن صلة الرحم، اذا فيه كلمه. نعم، صلة الرحم عظم الله شأنها، وفي الحديث لا يدخل الجنة قاطع رحم. والأنفس في رمضان ولله الحمد يعني هي إلى السكينة يقرب، والشياطين مصفدة، وأبواب الجنة مفتوحة، وهذا يساعد على أن نفتح الأبواب مع غيرنا، وأن نتصالح ونتآخى ونتحاب ونتواد، وأن يحب بعضنا بعضا، خاصة الرحم، لأن الله عظم شأن القرابة. قال تعالى: وآتي ذي القربى حقه. والإنسان يعني فليتذكر الموت، هو الآن وأنت حي وهو حي تستطيع أن تصالحه، لكن ثق تماما أنه إذا سبقك إلى الله أو سبقته سيكون في الصدر يعني حرج وداء لا تستطيع بعد ذلك يعني حل، يعني وجود دواء له، لأنك قد فات الأمر وانقطعت الأسباب، فهو في قبره ولا تستطيع أن تبره، ستبكي. فقبل أن تبكي على قبره فليكن بينك وبين أخيك، بينك وبين أختك، أرحامك، قرابتك، مودتك، جيرانك، من عاديتهم، فليكن بينك وبينهم صلة. والدنيا والله لا تستحق بي منا كل هذا العناء الذي يكون منا نحوها، لكن نسأل الله الغفران. بارك الله فيكم.